في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة عاد انطلاقة الشوط الثامن في المجموعة الشوط الرابع لفئة القعدان من مسافة الاثنين كيلومتر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الحقائق اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا مدوخ للسيد مبارك من مناح الدوسري مع مدوخ في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز سراب للسيد فهيد بن علي بن سعيد آل سرحان في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهوين مع شاهين في ثالث المراكز. رابع المراكز اللي واصل هذا البطل للسيد محمد بن مسفر آل سفران مع البطل في رابع المراكز. خامس المراكز من الجانب الأيمن أو في رابع المراكز في هذه اللحظات هذا برق للسيد حمد بن سالم آل سعد مع برق في رابع المراكز. خامس المراكز اللي سلل هذا شاهين للسيد سعيد بن علي الحفار في هذه اللحظات في رابع المراكز، ولكن روح مع اللي في أول المراكز هذا هو سراب للسيد فهيد بن علي بن سرعان المري، ومن الجانب الأيمن هذا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في أول المراكز كما تشاهدون في هذه اللحظات. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو سراب للسيد فهيد بن علي بن سعيد بن سرعان المري، أما اللي في رابع في ثالث المراكز شاهين للسيد سعيد بن علي الحفار مع شاهين في هذه اللحظات في ثاني المراكز. رابع المراكز هذا هو مدوخ للسيد مبارك من مناحي الدوسري مع مدوخ في رابع المراكز، ولكن روح مع اللي تسلل هذا هو شاهين للسيد سعيد بن علي الحفار يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل مباشرة إلى أول المراكز هذا هو شاهين كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون في أول المراكز بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. أما اللي في ثاني المراكز اللي واصل عدو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المر في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار آل سعد واصل بكل قوة هذا برق للسيد حمد بن سالم آل سعد، ولكن راح شاهين راح بالناموس راح بن حفار، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد سعيد بن علي الحفار الذي انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة مع شاهين بالمركز الأول للسيد سعيد بن علي الحفار على هذا الفوز الثاني والناموس وهذه السيطرة، نقول تهانينا والناموس السيد سعيد بن علي الحفار على هذا الفوز. أما اللي في ثاني اللي وصل في ثاني المراكز في ثاني المراكز هذا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، وفي ثالث المراكز برق للسيد حمد بن سالم آل سعد. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3:05:35 من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.